أنهت لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية التي تم تشكيلها بقرار من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التقييم المبدئي لمجموعة من مراكز تقديم الخدمات التابعة لإحدى عشرة جهة حكومية، والتي تهدف لإحداث نقلة نوعية في جودة وآلية تقديم الخدمات الحكومية. وخلال اجتماعها الرابع برئاسة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، اطلعت اللجنة على سير عملية تقييم الدفعة الأولى من مراكز الخدمة الحكومية البالغ عددها 47، والتي انطلقت في فبراير الماضي لتشمل تقييم مجموعة من مراكز تقديم الخدمات التابعة لإحدى عشرة جهة حكومية. وفي هذا الصدد قال القائد إن تعزيز الفاعلية والكفاءة في مراكز الخدمات الحكومية تأتي متوافقة مع برنامج عمل الحكومة ومخرجات الملتقى الحكومي، منوها بأن التقييم الخاص الذي ستقوم به اللجنة سيكون عاملا مهما للارتقاء بخدمات القطاع الحكومي من خلال عدد من المبادرات التطويرية، وسيتم القياس وفقا للإنتاجية والتميز في العمل ورفع كفاءة الأداء. وأشاد القائد بالصدى الإيجابي الذي تلقته اللجنة من ردود أفعال حول دليل تقييم مراكز الخدمات الحكومية بعد تعميمه، والذي يعد خارطة طريق للوصول إلى آفاق جديدة في الأداء من خلال اعتماد أسس الفاعلية والكفاءة والتطوير واستخدام المفاهيم الحديثة في العمل. كما راجعت اللجنة آليات تسهيل الأعمال اللوجستية للفرق العاملة، وناقشت مستجدات النظام الإلكتروني المساند لعملية التقييم. إلى ذلك، فقد استعرضت اللجنة خطة عملها للمرحلة القادمة والمرتكزة على تقييم المراكز استنادا على المعايير التي اعتمدتها اللجنة في خمس فئات رئيسية تشمل سهولة الوصول إلى المركز والتميز في الخدمة وبيئة المركز وسلاسة إدارته وصولا إلى فاعلية العمليات الإدارية المطبقة، ويشمل ذلك آراء المتعاملين وآلية التعامل مع ملاحظاتهم بما من شأنه أن يسهم بتحسين كفاءة الخدمات في القطاع الحكومي من خلال تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المتعاملين معها. طبعا ضمن الزيارات الميدانية اللي يقوم بها الفريق الميداني للجان والمراكز للمراكز الحكومية اللي تقدم خدمات، طبعا عندنا معايير واضحة وضعتها اللجنة المركزية، ودائما نسعى في اللجنة والأهداف بشكل عام هي نحو التميز ومزيد من الجودة في الخدمات اللي تقدمها المراكز الحكومية المختلفة. فكان في هالفترة الماضية الأسبوعين زيارات للعديد من المراكز، ويعني لمسنا التجاوب الإيجابي من جميع مدراء المراكز، وكلها تصب في المصلحة العامة نحو مزيد من الجودة، مزيد من التميز في خدماتنا اللي نقدمها، في الخدمات اللي تقدمها الحكومة الموقرة. طبعا تمت زيارة مركز خدمات مراجعين بلدية المنطقة الجنوبية اليوم من قبل لجنة التقييم المركزية التابعة تحت مظلة سمو ولي العهد النائب الأول القائد الأعلى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. تم التقييم المبدئي لمركز خدمة مراجعين بلدية المنطقة الجنوبية مبنى الرفاع من قبلهم، وطبعا هاي التقييم المبدئي والهدف منه هو تطوير وتحديث مبنى الخدمة هني، وتطوير وتحديث الخدمة اللي تقدمها بلدية المنطقة الجنوبية للمقيمين وللزوار في البلدية أو محافظة الجنوبية بشكل عام. احنا لجنة تقييم الخدمات الحكومية هي لجنة طبعاً تضيف إضافة متميزة ونوعية لتحسين خدمات المراكز الحكومية، ومن ضمنها إعطاء أنا الفرصة لتحسين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.